أنا أحلمه يا ماما. انتي فاهمة حاجة؟ اصبر بس. طب قولي لي بقى، ايه رأيك في لون عينيا الجديد؟ لا! لا! انتي عينيكي وحشة، امشي امشي، انتي عينيكي وحشة. بصي، أحلام عينيا أحلى. بصي فعلا خبيت عليكم لانها حاجه ما تهمكمش. طب واحلام؟ انا مش احلام. احلام اختك ماتت قبل ما تتولدي بيوم. الجيران اتصلوا بيا في اسكندريه وقالوا لي ان فريال ماسكه في البنت ومش عايزه تسيبها. للاسف كانت بترضعها بالليل وهي بترضعها راحت عليها نوبه فالبنت ماتت مخنوقه. عشان كده فريال حاسه بالذنب جيت على هنا وخدت البنت من حضنها ووديتها لحنوتي. بعد كده بقى الباقي كله انت عارفاه. جريت على اسكندريه علشان الحق امك لكن للاسف ماتت هي كمان واضطريت اخدك واهرب بيكي على انجلترا. اعمل ايه؟ قدري كده. يعني انا بنت ناهد؟ بنت ناهد الغرباوي؟ والله العظيم انت بنت ناهد الغرباوي. ما تخافيش يا سلمى، انا معاكي حتى لو رستت اتنزلك عن ميراثي كله. لا 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 لا،
الكلام ده بيتقال هنا كمجانين لان احنا في مستشفى المجانين. يلا بينا نخرج من هنا عشان نقول كلام موزون. يا ريت نخرج من هنا. بابا انت عرفت ازاي ان انا هنا؟ اتصلت بسعاد وقالت لي ان انت هنا. بقول لكم ايه؟ يلا بقى لاني مخنوق من المكان. انا كمان يعني بس انا نفسي اسال سؤال عشان ضميري يستريح. باين عليه مرهق قوي. رافع ايه؟ لا مؤاخذه يا عم انا اسف. اصبر شويه وابقى نام في العربيه تحت. انام في العربيه ازاي بس؟ ده على اساس ان عربيتي بتمشي لوحدها يعني؟ ايه وانت فاكرني ان انا مستعد اضحي بيك واسيبك تسوق وانت في الحاله اللي انت فيها دي ولا ايه؟ طب عربيتي يا عم؟ مع انها شباب زياده عن اللزوم لكن انا بقى محتاجها اليومين دول. لا يا عمي حضرتك خد عربيتي مريحه 4 باب تنفعك وانا هاخد رأفت وسلوى في العربيه الكابورليه واطير مفيش مشكله. يا ابني انا بقول كده بس عشان رأفت لكن انا كنت يا عمي ما لكنش ولا حاجه انا في البلد مش محتاج العربيه في حاجه خدها حضرتك بس واسمع كلام اتفضل مفاتيح حياتي. ايه اللي اخر سلوى كل ده يعني؟ سيبوها على راحتها. ياه اخيرا جهزتي؟ ايه ده ايه ده لا انا ما بحبش حد يشخط فيها خالص انت فاهم؟ بس انا بقى راجل وبشخط. ايه ده كده هنبتدي من اولها؟ سلوى سلوى عايز اقول لك على حاجه. على فكره انا ما بشخطش خالص. على فكره انا بحبه هو وبستحمله. على فكره انا لو منك اغلى عشان كرامتي بالنسبه لي تضحكوا قوي. خليك في حالك وفي برامج الاطفال بتاعتك. اوكي الله 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 هي وصلت لبرامج الاطفال يا حاتم؟ الحمد لله انها وصلت لبرامج الاطفال وما وصلتش لبرامج المراه. ما انا خلاص اتكتب عليا ان انا اشيل شنط بابا وشنط الانسه سلوى لما ظهري اتقطم. اتفضلي قدامي يا هانم. اوكي يلا انا لي سيادتك. اتفضل نور وريك على جنب. يا ست جولييت هانم ما تصحي الاستاذ كلها نص ساعه ونوصل وينام في سريره براحته. ايه يا عم انت شكلك مبسوطه كده؟ مبسوط لعلمك بقى لو ما كانش نام شويه دول كان زمانه تعب قوي. وبعدين زي ما انت شايف العربيه مكشوفه وتيار الهوا شديد قوي. خلاص يا الحنان انت تحبيه قوي كده؟ ماشي يا عم يا بخته بيكي. عموما رأفت يستاهل ان كل الناس تحبه. على فكره انا ما كنتش بحبه في الاول انا حبيته بس لما فضلتيه عليا. سوري يا مادي رأفت ده البني ادم اللي كنت بدور عليه طول عمري واللي كنت اتمنى اعيش معاه. انتي بتعتذريلي ليه؟ انا مش زعلان بالعكس تفضيلك له خلاني اقعد افكر ما بيني وما بين نفسي واعمل مقارنه ما بيني وما بينه. قعدت اعدد مميزات رأفت لقيت ان في حاجات كتير قوي حلوه تخلي كل الناس تحبه. فقلت لنفسي ازاي كل الناس اللي حواليه بيحبوه وانا اقرب الناس ليه وما احبوش. انت كمان يا مادي كلك مميزات بس عيبك حاجه واحده بس ان انت يعني بتفكر في نفسك زياده شويه. لكن رأفت عامل زي جدي بيفكر في اللي حواليه وبس. طيب متهيألي احنا كده ريحنا كفايه. بقولك ايه بقى صحي عشان نكمل. يلا لا مش دلوقتي اصلي عاوزاك في مساله مهمه. خير يا بنت عمتي؟ عاوزاك تعيد النظر بعلاقتك بنهد. لا طبعا مش ممكن بعد ما اتخطبت لاخويا استحيل افكر فيها. مادي انت ما تعرفش هما ليه فسخوا خطوبتهم. السبب انت. انا رأفت لقى ناهد مش قادره تنساك وعاوزه تعمل منه صوره منك انت بالظبط. ناهد لسه بتحبك يا مادي. حتى لو فكرت في ناهد المشاكل اللي حصلت ما بين بابا وعم عثمان قفلت الموضوع. مد ايدك انت بس بالحب هتلاقي كل حاجه في الدنيا ممكن تتصلح. انا همد ايدي بس عشان ادور العربيه عشان نمشي وشوفوا لك حل بقى في اخ روميو اللي نايم ده. انت مت ولا ايه؟ امشي بالراحه خليكي في حالك. بس منين جالك الايمان يا جدي ان انا بنت نايم؟ على الرغم يعني ان انا شكيت في نفسي اكتر من مره بالذات في الفتره الاخيره بعد حكاية أختي أحلام والجواب اللي كتبه بابا. أنا من البداية عرفتك بقلبي رغم إنك كنت مركبة عينين إزاز. يعني عناية بس هي اللي طمنتك يا جدي؟ ما قلتلك عرفتك من غيره. لون عينيك بيريح قلبي لأنهم بنفس لون عيون أبويا الله يرحمه. ومع كده أنا ما سكتش
كان لازم اتاكد بنفسي عشان محدش يقول الراجل كبر وبيخرف وبقى يرمي فلوسه في الارض. ارجوك رايح قلبي يا جدي. والله انا حاسس بيك يا بنت بنتي، وشايف انك خايفه تمدي ايدك على اي حاجه ما يكون لكيش الحق فيها. صح يا جدي، انا فعلا لسه ما اطمنتش، وانا عايز اطمنك واطمن ولاد خالك، لان هم دول اللي يهموني، وان شاء الله هيفضلوا طول عمرهم جنبك، يضللوا عليكي ويحموك. كفايه جدي انها تبقى مراتي. انا عايزكوا تتاكدوا انها صاحبه حق. قول يا جدي، احنا سامعين. اول هام سلوى ما ورثتش شكل امها، ورثت طبعها، العند وحسه النفس، شويه حركات كده انا بس اللي شفتهم على ناعد. الطباع ممكن تتشابه والحركات ممكن تبقى صدفه. لما ابوكي بعتلي ابو علي وام علي عشان يضحكوا عليا ويدوني اوصافك عشان اعرفك بسهوله، قالولي على حاجات انا عارفها كويس قوي من غيرهم، بس انا فرحت لانك لسه عايشه. وكنت عارف الاوصاف منين يا جدي؟ بعد ما دفنت امها بثلاث ايام ما كنتش مرتاح لشهادة الوفاة اللي عملها أبوك. طبعا هو ما قدرش يواجهني اللي واجهتني هي والدتك. أسر الكلام، رحت على اسكندرية وقابلت الدكتور والمولدين اللي ولدوكي وحموكي، تأكدت ان انت مولوده عيانه، وقدرت كمان في نفس الوقت احتاط احتمال اي حد ينكر عليا ويجيب لي عيل في اللفه ويقول لي دي بنت نايم. ده يا جدي، ما احنا عايزين نعرف بقى ايه اللي انت شفته خلاك تحتاط، ما احنا مش قاعدين اوانطه. اياك يا جدي، بجد هزعل منك. حتى انا ده انا هبقى جوزك. ده نصيبك، ما تستعجلش عليه. المهم عندي تعرفه ان جدك عارف لحمه وبيلمه، مش بيقطعه ويرميه في الشارع. المشكله يا جدي لو بابا كسب القضيه دي ميعادها بكره، ممكن حق سلوى يضيع رغم اننا كلنا متاكدين منها. انا اللي هكسبها، ولا انت عندك شك في كده؟ يا جدي بابا معاه مصيبه، ممكن يعمل. تراهم معاكوا كلكوا اني هكسبها، وده رهان عمري كله، يا عشت عمري على حق يا ضيعته في الهوى. من غير محامي؟ ازاي يا جدي من غير محامي؟ مش محتاج محامي، واطمنه خالص.